بهدف تحسين البنى التحتية للمخيمات وتسهيل الوصول إليها للتخفيف من معاناة النازحين في المخيمات مع بداية موسم الأمطار، وللحد من مخاطر الفيضانات والسيول، بدأت الجمعية السورية للإغاثة والتنمية سارد في البدء بأعمال تأهيل مواقع المخيمات في منطقة إعزاز وريفها، وتشتمل على أعمال التبحيص والعزل الأرضي للخيم وشبكات تصريف لمياه الأمطار. معظم المخيمات اللي تم تعقيمها هي مخيمات عشوائية. اشتغلنا بكثير مخيمات من السنة الماضية، اشتغلنا طبعا وطلب الأهالي المتزايد على هالشيء رجعنا اشتغلنا المشروع الثاني. في السنوات السابقة عانت جل المخيمات العشوائية من آثار الأمطار والعواصف ووعورة الطرقات داخل وخارج المخيمات. حالياً ستحصل 1200 عائلة موزعة في مخيمات الأخوة والفرن والملعب في دابق، مخيمي الرشيد والصوامع في مارع، على خدمات تأهيل أرضية المخيمات داخل الخيام وفي الطرقات. والله نزحنا يا وليدي، كنا منطقة تذلب ونزحنا من هالأجة وصار علينا صعب علينا، ومشينا وجينا وقت مطار ووقت شتاء وثلج، وجينا لها المطرح هذا، جينا هنا طين، مثل يقول ما نمشي من هنا لهنا، جينا ونا بعجاج بهالقيط، ردنا بطين بعد اشتاء، طين ووحل باشتاء، وما نريد نمشي من هنا لهنا، والله ما نقدر نطمس الفوق اركب ولا الطين، ما نقدر نمشي من هنا لهنا، الله يعز للمراحيض ما نقدر نمشي، ولا دم الكبير ما يقدر يمشي، العجل الصغير ما يقدر يمشي، ومثل يقولوا عشنا هالمعيشة لنا 5 سنين هنا. والله عيشة الله يكفيك شرحة، والحمد لله وبسلامة اللي أفاعلين الخير الحسوونا هالدروب، الله يوفقهم ويجزاهم ألف خير وريت ميزان حسناتهم إن شاء الله. أكثر المخيمات التي تتضرر في الشتاء هي المبنية عشوائيا على أراض زراعية، وعدم تنظيمها يجعلها خارج حسابات المنظمات والمؤسسات التي تقدم الدعم. ومع حصول البعض من هذه المخيمات على دعم، تبقى الكثير من المخيمات العشوائية منتشرة في المناطق المحررة بحاجة لدعم بمختلف المجالات.